هنقدم لكم اليوم دجاج بالارز بولي اوري. ندوزو المقادير وطريقه التحضير. عندنا هنا بصله مشلضه، انونيون كوبي، ايمانسي، عندنا هنا الرز الابيض، زلافه من الرز الابيض، ان بول دو ري، طماطم، واحد طماطم مقطع على ربعة، اون طوماط كوبي اون كاتر، الفلفل الاسود، الابزار، بوافر، الملح، سول، سكنجبير، جنجبير، جنجمبر. عندي هنايا الفلفل الاحمر مقطع على هذا الشكل، فلفل اخضر، بيمون، بوافر روج، بوافر فير، ان بيمون. في هنا ثلاثة دروس ديال الثوم بشور كيف ما كتشوفوا، 3 غروس داي رابي، كورياندر مولي، القزبور يابس كيف ما كتشوفوا مطحون، 2 غران كويير ويل دوليف، جوج معاق كبار من زيت الزيتون، 2 غران كويير طوماط كونسونطري، جوج معالق كبار من طماطم معلبة. عندي هنايا كوردامون يعني هيل، حبة هيل. عندي هنايا كلو دو جروفل القرنفل، في دلوغي يعني ورق سيدنا موسى. عندي هنا الدجاج كيف ما كتشوفو مقطع طراف على هاد الشكل هدا، كيف ما عملتلو درت الورك بوحدو وصدر بوحدو وجنح بوحدو، من طبيعة الحال الماء دولو. كناخدو طنجرة كنعملو فيها الدجاج ديالنا كما كتشوفو بهاد الشكل هدا، كنخليوه يتقلى واحد دقيقة ولا جوج دقايق، مكنضيفولو حتى حاجة، كنخليوه وكنقلبوه. هاد الدجاج ديالنا بعد ما خليتو جوج دقايق دومينيت، كنضيفلو ثوم شوية، نص من داك الثوم اللي درنا، مقدار راس واحد، كنضيفلو ليقة كبيرة ديال الدجاج، اون غون كويير دو سيل، كنضيف له نص ملعقة ديال البزار كما كتشوفوا معايا، ديمي كويير دو بوافر، كنضيف له ملعقة صغيرة سكنجبير، جنجبير، اون بتي كويير و كارتي جنجبير، جنجمبر، من بعد كنضيف له يطرو الماء، كنضيفلو هادي ورق سيدنا موسى، ورق سيدنا موسى وقرنفل وهيل، لي ما عندوش هيل ولا قرنفل كسافي بورق سيدنا موسى، وحده فيهم ماشي مشكل، لي ما عندوش يدير وحده ماشي من الضروري، هي كتعطي واحد النسمه لذيذه، كتزيد في المذاق ديال الدجاج احسن. صافي كنخليهم على هاد الشكل، ما كنضيف له لا زيت لا بصله، كنخلي هكا حتى كيطهى لنا الدجاج، كنخلي واحد 20 دقيقه. هاد الدجاج ديالنا بعد ما طاب خدا بالضبط 20 دقيقه، ما خليتوش كسر لانه غيزيد يطيب في الفران، نزولو ونقلب المقله، نعمل فيها الزيت اللي كنا درنا، جوج معالق زيت البلديه، زيت الزيتون، دير فيها البصلة، دير فيها البصلة ديالنا هكا، خليو البصلة تترخي بصلة ماشي تحمر، مي تشحر شوية،
البصله ديالنا بدات كتنزل، كنزيد عليها مطيشه كما شفتوا، طماطه معلبه هنا جمعه كبار، نزيد لها الثوم اللي كان مقلى، كنشحر كلشي كلشي هكا كنخلط مع بعضو، كنضيف لها قزبر حبوب كورياندر مولي، كنضيف لها نص ملعقة صغيرة ديال الزار دمي كويرة كافي دي بوابر، كنضيف لها نص ملعقة ديال الملحة دمي كويرة كافي دي زيت، كنخلط الكل حتى كينسجم مع بعضو وكيتقلى شوي، ومن بعد كنزولو وكندوزو نشوفو الروز، كندوزو المرق ديالنا وكنزولو لها الدجاج اللي طاب فيه، حيدو الدجاج كما كتشوفو، كنزولو له ورقة سيدنا موسى الحين اللي كنا درنا فيه، ونزولو له الهيل كما كتشوفوا معايا، كنضيفو له الروز اللي كان عندنا من قبل ها هو غسلناه مغسول، كنضيفوه له كنزيدو له الطماطم اللي عملناها مع البصله، كنخلطو الكل مع بعضو بهذه الطريقه هذه، هنا هنا كي قلنا مرق ديال الدجاج اللي كان بقى لنا من الدجاج والروز الطماطم اللي عملنا مع البصله والثوم بهذه الطريقه هذه، كناخذ واحد الطاوله الفران كيف ما كانت عندكم ماشي من الضروري هذه، لان من بعد غنصبوه في صحن غيطيب لنا نقدموه في الطبسيل، كنخلو هذا المرق كله هكا كيف ما كتشوفوا معايا، انا كنوريكم هذا الشيء كيف ما كنديروا خطوه خطوه، ما كنضيفش له الماء نهائيا من داك الليتر اللي درت في الاول، ما كنزيدش نضيف له الماء، كندير فوق الدجاج اللي طاب لنا من قبل، ماشي مشكل كيف ما عملتو، انا حيت من بعد كيف ما قلت لكم كنهزو كنصبو في صحن كنقدمو في طبسيل اخر، حيد هذه اللي بقى كندوزو الفلفله اللي عندنا وكنعملوها فوق منه بهذه الطريقه هذه كيف ما درتو لها الفلفله بيمون حتى هي، كناخدو هاد الطماطم اللي كانت عندنا من قبل كنعملوها هكا من فوق، بابي الومنيوم وكندخلو الفران ديالنا كياخد بالضبط، كندخلو الفران كنخليوه 20 دقيقة، من بعد كنزولو البابي الومنيوم ونخليوه واحد 10 دقايق يتحمر من الفوق، ندوزو نتلاقاو من بعد نشوفو الشكل ديالو، ها هو الرز ديالنا بعد ما خرجنا من الفران ها هو كي كيجي الشكل ديالو كيف ما كتشوفو، كيما قلت لكم من قبل كنخليوه 20 دقيقة في الفران
كنغطيو بابي الومنيوم، من بعد كنحيدو لو بابي الومنيوم باش يتحمر الدجاج من الفوق كيف ما كتشوفوا. ها هو خدا اللون ديالو بعد ما زولنا لو بابي الومنيوم، خلينا يتحمر خدا هذا اللون. كيف ما كتشوفوا الطماطم هيا بقات شاده قبطه الشكل ديالها، والفله بقات قبطه، كلها بقات قبطه. الا تبعتوا هذه الوصفه كيف ما عملت لها غتجيكم بحال هذا الشكل، وتجيكم هائله صدقوني. هذا الرز هذا كيجي لذيد وكيجي هائل. الى عجبتكم الوصفه ما تنساوش ديروا لي لايك، والى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله.